امبارح محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار غزيرة في عدد من المناطق. سريعا تم الإعلان عن رفع حالة الطوارئ بالجهات المختصة بالمحافظة والتعامل مع تجمعات هذه المياه. خلينا نشوف تقرير عن ما حدث في إسكندرية من تقلبات في الطقس ومواجهة الأمطار ورفع تراكمات المياه، ونرجع لحضراتكم على طول. حالة من الطوارئ أعلنتها محافظة الإسكندرية تزامناً مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء المدينة الساحلية. شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلنت أن الأمطار أسفر عنها بعض تجمعات المياه في مناطق بالعجم والجمرك، وتم التعامل معها بواسطة رجال ومعدات الشركة، وحيث نشرت الشركة معداتها في جميع النقاط الساخنة بالمحافظة. وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه بمجرد وصول إنذارات من هيئة الأرصاد الجوية وقبل موعد النوى ب 24 ساعة، تم رفع درجة الاستعداد بتمركز ما يقرب من 150 سيارة ومعدة في النقاط الساخنة المتوقع تراكم مياه أمطار بها، مع تخفيض منسوب البيارات بالمحطات لاستيعاب مياه الأمطار وتكثيف عمليات التطهير للشنايش والمطابق وإيقاف جميع الراحات وتواجد جميع قيادات الشركة ونوابهم على مدار الساعة حتى انتهاء حالة عدم الاستقرار. وشهدت الإسكندرية منذ مساء السبت سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة بالأحياء المختلفة على مدار أمس الأحد، وتعاملت أجهزة المحافظة بشكل فوري مع تراكمات المياه في العديد من المناطق.